خده يا خد، يلا يلا. السلام. سوري. لا ولا يهمك. السلام. ده بان عليه يطلع صدخ. اتفضلي اتفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني واغوشتيني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها مرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. ينهر اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رمضان. ايوه يا فندم. انا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه. وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح. وابوه في دبي كمان. لا لا بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم انت جايه لي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقى من البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريش. بسم الله. مش عاوز. ما تحرجنيش. يلا. مالك؟ ميه 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 ليه؟ ميه ليه؟ ده ايه يا مجنون انت؟ جريات بتاعت شوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات ميه. الف هنيه. انت بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا نيل يا نجلاء ودي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم العيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا. احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين يتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير. شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هو وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجه البحصه وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء. علاء بهاء ابتلاء. المهم نحافظ على عيالنا. سيطرة. حب ليك مش حب عادي، كل ما مش لاقيك قصادي وبجالف فلاقيك ورا. اي حاجة تقول عليها مش هنقشك تاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوه انت اللي قلبي.
نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا أخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. أهلا يا فندم. معلش يا نسا نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت، وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادري البلد. إيه؟ أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، ايه اللي رايح فين؟ اوعى كده، اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا استنجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخرابي، جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. هتقولي بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ومدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ واني هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حته تانية امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ اسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي، غنى في المدرسه عندني مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي 4 يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعادة؟ انت four years old who's so young and there's a pool and I can swim and والنادي. I drown انت هتمثل لي ومياد يا تافه. انت واقف ببص على واقف، وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ست كبيره بتحب ماما. تيتا انت هتدخلي في امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان لا ناس بالجزمه ديت عليكم. وهي راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع اما اقول لك، ثلاثه بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسيه العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي بنفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمت. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش في الحلف الفرعون ده. هو فرعون وكده غير ابويا؟ ايه يا هباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمع انت وهو، من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، اقسم بالله يا ويلو، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه، هيلاقيني قاعد في هيه وهي، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. للخلف ضر، ايدك على خدودك، اللطم على الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السايق، هات امي من السايق. انا كلب سوري لطم، انا مش سامع لطم فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير ويا بتطلعني؟ ايوه. هات امي من السايق، مش هسيب مني انا. لا مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس.